السلام عليكم. توفي ما لا يقل عن 7 مواطنين وأصيب آخرون إصابات مختلفة بعد الاضطراب الجوي الأخير والذي ضرب عدة ولايات جزائرية، وهذه التفاصيل الكاملة. وقالت مصالح الحماية المدنية أن 7 مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب 225 آخرون على إثر حوادث المرور المروعة والتي وقعت بسبب سوء الأحوال الجوية بعدد من ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب حصيلة لوحدة الحماية المدنية اليوم الخميس، فقد تدخلت وحدتها أيضا لتقديم الإسعافات الأولية لـ 22 شخص مختنقين بغاز وحادي أكسيد الكربون، بينهم شخص توفي للأسف في كل من ولاية قلمة، قسنطينة، بومردس، البويرة والجلفة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.